وإذ أنجيناكم من آل فرعون، مو من فرعون، آل. زين ذولا آل فرعون فيهم الطباخ، فيهم الخباز، فيهم البقال، فيهم المادري ايش يشتغل، فيهم عماله، صحيح ولا لا؟ القرآن يقول ذولا كلهم ظلموكم، آل فرعون كلهم ظلموا بني إسرائيل. زين هذا اللي يغسل ملابس شو اللي ربط؟ هذا البقال شو اللي ربط؟ الله يقول رضى لو ما رضى؟ ها؟ رضى؟ إذن هو شريك فرعون. التفتوا التفتوا بعد، لا تتفلسف براسي تقول لي لا يزيد، لا، لعن الله أمة. هاي الزيارة ناظرة إلى هذه الآية. شو يريد يقول لي؟ هذا قرآن. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. زين هم آل فرعون كلهم ساموا بني إسرائيل سوء العذاب؟ هذا كان يشتغل بقال، شو اللي ربط بالعذاب؟ يعرف العذاب هذا يشتغل بقال؟ صح، آل فرعون بيهم ناس جلادين بالسجون يأذون بني إسرائيل، لكن بيهم بقالين؟ هذا البقال شو اللي ربط بعذاب بني إسرائيل؟ الله يقول لا، رضى لو ما رضى، صفق يوم ما صفق، برر يوم ما برر، دافع يوم ما دافع، قبل أو لم يقبل، هوس يوم ما هوس، دافع يوم ما دافع، إيه هو شريك. تبرع ولا تزر وازرة. هذه هي المعادلة القرآنية يا من تبحثون عن علوم القرآن. ولهذا زيارة عاشوراء تقول لعن الله أمة. ولهذا أحباب بالزيارات شايعت وبعد وبايعت بعد وتابعت. شوف العباءة ايش قد دقيقة، هاي كلها عباءة قرآنية ناظرة إلى هذه الآية القرآنية، إلى هذه الحقيقة القرآنية. هذه الزيارات من ترحون الآل البيت اقرؤوها بمنظار قرآني، لأن هاي الزيارات معصومة، واردة عن معصومين. العبائر مو شلون ما كان مرتبة، شايعت بايعت تابعت، لا لا،